شو عدنان؟ عم جرب اتصل فيه على الرقم اللي حكينا منه عم يعطيني مسكر. لا كنت سهرانة ببار ومن بعد ما سكرت معك طلعت منه. كيف يعني روح على الأوتيل؟ عم اقول لك عرف موضوع الساعة يمكن. طيب اوكي ماشي. لقدام لقدام نعي محل ما في حدا. شو صار معك؟ رد فؤاد عليك ولا بعد؟ رديت سيدي أنا وكريستين مع بعض. عفواً وأهلاً وتشرفنا بحضرتك. عم أقول لك أنا وكريستين مع بعض، بتحب تجي لعنا ولا نحن نجي لعندك؟ مين عم يحكي معي؟ أنا فؤاد عبد الرحمن. شرفنا. الله يزيدك شرف. ما قلت لي بتحب تجي لعنا ولا نجي نحن لعندها؟ شو بدي اجي اعمل؟ والله بتجي يعني منتبادل أطراف الحديث. إذا في عندك غير كريستين تتبادلوا معنا فكر بالموضوع. والله حاليا ما عندي غير كريستين، ومن هون لنص ساعة إذا ما اجتمعنا حتى كريستين بتصير غير صالحة للاستبدال. بنصحك ما تجرب تأذيها. وأنا ما بنصحك تجربني. شو يا كريستين بيعملها؟ ايه بيعملها. نعم طلعت معك عن جد؟ شو بتأمرني أعمل لك فيها؟ ليك أنا بعرف أنه صارت كرت محروق بالنسبة لإلكم، بس بيني وبينك في بين إيدي كروت كتير بقدر ألعبها. قلت لحالي بعرضها عليكم، عجبتكم بدل ما ألعبها ضدكم بلعبها لصالحكم، ما عجبتكم بتقولوا لي الله معك. من هلأ لبكرة برد لك خبر. لا 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 لبكرة ما بقدر استنى. اوف شو تركت والدي عند الخواجة، واذا ما حليت المشكلة اللي سببت له اياها معكم قبل ما يطلع الضوء رح يقتله. يعني جاي تفاوضني نيابة عن الخواجة؟ يمكن جاي فاوضك عليه. شو وصل كريستين عبيتها وخليك حدا لأحكي معك. ماشي. برأيك اقتنع؟ ما بعرف يمكن